أهل البيت أيها الإخوة الذين نصلي عليهم في كل صلاة، نصلي على محمد وآل محمد. لم تزل هذه الأمة تطاردهم وتهجرهم وتنكل بهم وتذبحهم وتفعل بهم الأفاعيل، كتمت علومهم وحاربت حتى ذكرهم وأسماءهم أيها الإخوة. فإمام مثل الإمام علي عليه السلام، ومن مثل علي، باب مدينة العلم وأخو رسول الله الذي لازمه منذ نعومة أظفاره إلى آخر لحظة إلى أن أدخله في قبره الشريف، لا يروى عنه كما قال ابن حزم لم يسند عنه إلا 50 حديثا وله في الصحيحين 20 منها. الإمام علي يستشهد سنة 40 أيها الإخوة، سنة 40 للهجرة، وقبل ذلك مكث 13 سنة في الإسلام المكي المحمدي، فهذه 53. وقبل الإسلام ربي في كنف رسول الله وارتضع لبان علمه وهديه، وارتضع لبان علمه وهديه 20 حديثا في الصحيحين، 50 حديثا في الجملة يقول ابن حزم. وأناس آخرون تشرفوا برسول الله سنة أو سنتين أو 3، تروى لهم ألوف الأحاديث، ألوف الأحاديث. أين أحاديث الحسن عليه السلام المستشهد بالسم سنة 48؟ أين هي؟ أين أحاديث الحسين المستشهد بالطريقة الوحشية الإجرامية الأموية سنة 61؟ أين أحاديث أبي عبد الله؟ أين حديث آل محمد؟